صباح الخير. هنبدأ النهاردة في البلاد بروتوزوا. البلاد بروتوزوا عايزين نقسمها، هي بتتقسم عندي إلى ستة بارازايت. البلاد بروتوزوا دي علشان البروتوزوية تدخل في دمي محتاجة حاجة تدخلها، إيه اللي هيدخلها؟ قرص الدبانة أو ناموسة أو أي حشرة. فالبداية بتبدأ بفيكتور بايت، يقرص البني آدم يحط جوه دمه إيه؟ ستيج من البروتوزوا. عندي بقى ستة بروتوزوا ممكن يصيبوا الإنسان. الملاريا واختها، دول الناموسه بتقرص البني ادم تحط الملاريا. الملاريا دي بتعيش في الار بي سيز، تكسرها فتعمل لي انيميا. واختها الصغيره اللي هي البابيزيا، اللي هي بتعمل ديزيز اقل في السيفيريتي من الملاريا. وبعد كده عندي الليشمانيا والتربانوزوما اللي انا هفكهم باتنين واتنين. الليشمانيا في منها نوع كسول كيوتينيوس ليشمانيزس، هي دخلت قعدت في السكن خلاص وسكتت، وفي نوع منها نشيط هيبتدي يتحرك ويروح على الريتيكولو اندوثيليال سيستم ويعمل لي فيسرا ليشمانيزس. والتريبانوزومز اللي هم في منها نوعين برضو، افريكان تريبانوزومز وامريكان تريبانوزومز. طيب يبقى انا اما دبانه او ناموسه قرصت بني ادم، هروح على الار بي سيز ابقى ملاريا او بابيزيا، هروح على السكن كيوتينيوس ليشمانيزس، هروح على الريتيكولو اندوثيليال سيستم. مين الريتيكل اندوثيليال سيستم ده؟ اللي هو مصانع الدم والاماكن اللي بتخزن الدم، ليفر سبلين بون مارو واللمف نودز، دي اللي هيروحوا لها الفيسرال ليشمانيزز والافريكان والامريكان تريبانوزومز. هنتكلم النهارده على اول واحده فيهم اللي هي الافريكان تريبانوزومز. من اسمها افريكان تريبانوزوميزز، دي تريبانوزوما اللي بتعيش في افريقيا بس، من رحمة ربنا بينا ان هي مش موجودة غير في المناطق اللي في وسط افريقيا في التروبيكال افريقيا. بتعمل ديزيز خطير جدا اسمه سليبينج سيكنس او مرض النوم. ليه سموه مرض النوم؟ علشان التريبانوزوميا دي بعد ما بتبتدي تعوم في دم البني ادم وتروح للريتيكولو اندوثيليال سيستم وتبوظه، بتروح على البلاد برين بارير تبوظه وتطلع على السي ان اس، تعمل ديفيوز مننجايتس مننجو انكيفالايتس ومننجو مايلايتس، وتدخل العيان في ديب كوما وبعدين بيموت. والديزيز كله على بعضه ما بياخدش مده من شهور الى 3 سنين بالكتير بيكون العيان مات. لو نسمع عن مرض النوم ده، قبل كده خدناه ان كانت بتنقله دبانه ذبابه التي سي تي سي فلاي بتنقله، فالذبابه دي مش موجوده غير في تروبيكال افريكا، فالحمد لله الديزيز ده منحصر فين؟ في التروبيكال افريكا. مين التريبانوزوما؟ التريبانوزوما احد عيله الفلاجيليتس، اذا هي ليها فلاجيلا بتتحرك بيها، ليها ديل بتتحرك بيه وبتعوم بيه فين؟ في الدم. طيب نتفرج على قصه حياتها بقى. ده بني ادم معدي بالتريبانوزوما، ففي جوه دمه ايه؟ تريبانوزوما. وسط الدم بتاعه هلاقي التعبان ده اللي هو ليه فلاجيلا بيتحرك بيها وقاعد وسط الدم. جت الجلوساينا اللي هي التي سي فلاي، اسمها العلمي جلوساينا. الميل والفيميل الاتنين بيقرصوا البني ادم، هتقرص البني ادم فهتاخد من دمه اللي هي التريبانوزومز اللي اسمها تريبو ماستيجوت، اللي اسمها تريبو ماستيجوت. كلمه ماستيجوت يعني فلاجيلا او يعني كرباج، وتريبو يعني طويل، هي عندها ديل طويل اسمها تريبو ماستيجو. دخلت التريبو ماستيجوت جوه الدبانه، هتدخل جوه الجي اي تي بتاعه الدبانه وهتبتدي ايه؟ تنقسم عشان تكتر في العدد، تنقسم اسيكشوال. وبعد كده هتهاجر الى السليفري جلاندز في السلايفا بتاعه الدبانه وتتحول الى حاجه اسمها ايبي ماستيجوت، ديلها اقصر شويه يبقى تتحول الى حاجه اسمها ايبي ماستيجوت. بعد كده الايبي ماستيجوت دي هتتحول الى حاجه اسمها شورت ستامبي ميتاسايكليك تريبانوزومز. ايه الاسم الطويل ده؟ شورت ستامبي عشان هي قصيره ومقطوشه كده، ميتاسايكليك متحوله لان هي بتتحول من ستيج الى ستيج، تريبانوزومز. وهي دي الانفكتيف ستيج، موجوده دلوقتي فين؟ في السلايفا بتاعه الدبان. فلما تروح هذه الدبانه تقرص شخص سليم ما عندوش تريبانوزوما، تحط جوه دمه شورت ستامبي ميتاسايكليك تريبانوزومز. هتدخل الشورت ستامبي ميتاسايكليك تريبانوزومز دي وتبتدي تطول شويه وايه وتنقسم وتعيش جوه دم البني ادم وتعيد اللايف سايكل تاني. طيب من هذه اللايف سايكل نستفيد ان انا عندي تو ستيجز في حياه ايه التريبانوزوما، حاجه اسمها تريبو ماستيجوت وده اللي موجود في دمي، وحاجه اسمها ايبي ماستيجوت وده اللي موجود جوه الدبان. عندي بعد كده الانفكتيف ستيج هي مين؟ هي الشورت ستامبي ميتاسايكليك تريبانوزومز. والمود اوف انفكشن اقوله كامل، اقول ان هو عن طريق البايت اوف ميل اند فيميل جلوساينا فلاي انوكيوليتنج شورت ستامبي ميتاسايكليك تريبانوزومز. طيب
الترانسميشن ده بيسموه بيولوجيكال ترانسميشن، علشان حصل تغيرات جوه دم الدبانة. يعني لو التغيرات دي ما حصلتش مش المرض مش هيتنقل. ايه الدياجنوستيك ستيج؟ لو خدت عينة من دم العيان هلاقي فيها مين؟ هلاقي التريبو ماستيجوت، الموديل طويل. طيب بدي قصة حياة التريبانوزوم. التريبانوزوم دلوقتي موجودة في دم العيان، تفتكر ممكن تعمل له ايه؟ اول حاجة مكان ما الدبانة قرصتني هيبقى فيه نوديول، هيقعد اسبوع لاسبوعين كده، شوية انفلاميشن مكان القرصة بتاعت الدبانة دي بيسموها تشانكر، يبقى رقم واحد عندي تشانكر مكان قرصة الدبانة. رقم اتنين، هتبدأ التريبانوزوما تسبح في الدم، هي بتعيش اكسترا سيلولار مش بتدخل جوه سيل، هي بتسبح دلوقتي في الدم، فبيبقى العيان فيه في دمه بارازيتيميا. بارازيتيميا يعني خناقة ما بين التريبانوزومز دي وما بين خلايا المناعة، فالعيان هيبقى عنده الجنرال مانيفستيشنز بتاعت اي انفكشن اللي هي فيفر، هيديك، انوركسيا، ماليز، اريثرالجيا، مايالجيا، جسمه مهمد، عنده كل ايه علامات الانفكشن. طيب بس في الستيج دي بقى في كلمة مهمة قوي هنقولها، ان الفيفر اللي عند العيان اسمها irregular fever. مش معنى irregular fever يعني كل شوية تجيله bouts of fever و rigors وبعد كده يخف، bouts of fever و rigors وبعد كده يخف، مش معنى، ليها سبب مهم قوي هنقوله وركز معايا في الحتة دي. انا دلوقتي تريبانوزوما تعبان، التعبان ده ليه سيل ممبرين متحوط بيها زي فستان كده، وفوق السيل ممبرين في حاجة تانية اسمها variant surface glycoprotein. ايه ال variant surface glycoprotein؟ يعني عندي المولكيولز الحمراء دي مولكيولز من glycoproteins glycoprotein glycoprotein كلها محوطة السيل ممبرين كله، عاملة زي ما تكون جاكيتة لابساها تريبانوزوم. فال variant surface glycoprotein هم اللي لونهم احمر، فالتريبانوزومة كلها جسمها من بره كله متحوط بايه؟ بجاكيتة حمر، هي دلوقتي متحوطة بجاكيتة حمر. طيب الفاريانت سيرفيس جلايكوبروتين ده اللي بيكونه ايه؟ جينز. ده انا عندي الجينات اللي هي الدي ان ايه بتطلع ار ان ايه، وبعد كده تنكود فور بروتين معين اللي هو الجلايكوبروتين بتاع ايه الفاريانت سيرفيس جلايكوبروتين ده. تريبانوزوما عندها حوالي 1000 جين، كل جين بيطلع فاريانت سيرفيس جلايكوبروتين بلون شكل، اللي بيطلع احمر، بيطلع اخضر، بيطلع ازرق. فهي دلوقتي الجين اللي شغال عندها الجين اللي مطلع جاكيتة لونها ايه؟ لونها حمراء. يبقى كل التريبانوزوما في دمي دلوقتي لونهم ايه؟ لونهم احمر. جه جهاز المناعة بص على التريبانوزوما اللي لونها احمر دي وراح مطلع لي انتي بوديز لونها احمر علشان تروح تهاجم مين؟ التريبانوزوما. هتسكت التريبانوزوما؟ لا، مش انت عايز الجاكيتة الحمراء دي، هقلعها خالص واروح مشغلة جين تاني يطلع لي جاكيتة خضراء والبس جاكيتة خضراء. يبقى كده جهاز المناعه لقاها ما لقاهاش، الانتي بودي دي هتعمل ايه؟ هتروح تتخانق مع الفاريانت سيرفيس جلايكوبروتين اللي لونهم احمر اللي هي قلعتهم وبقوا موجودين في الدم. يبقى هل ضرت التريبانوزوما في شيء؟ لا، بس بقى في رياكشن في دم العيان هو ده اللي عمل له ايه؟ الفيفر. والتريبانوزوما دلوقتي مستخبيه خلاص لابسه جاكيته لونها خضر. طيب ما جهاز المناعه دلوقتي هيشوف الجاكيته الخضراء هيعمل ايه؟ هيروح مطلع انتي بوديز لونهم اخضر يهاجموا اللي لابسين جاكيته خضراء. تروح التريبانوزوما عامله ايه؟ تقلع الجاكيته الخضراء وتلبس جاكيته زرقاء، تطلع انتي بودي ضد الازرق، تقلع الجاكيته الزرقاء وتلبس جاكيته موف، وهكذا. يبقى انا عندي فاريانت سيرفيس جلايكوبروتين بالوان مختلفه، وعندي جينز كتير بتنكود فور الفاريانت سيرفيس جلايكوبروتين ده. طيب العمليه دي بنسميها جينيتك فاريشن. جينيتك فاريشن لان التغير كله او الفاريشن موجود كله فين؟ في الجينز بتاعه التريبانوزوم. طيب ده فاكتور مهم جدا 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 للتريبانوزوما بتخليها تعمل المرض ده. ده حاجه من الباثوجينيسيس اللي مؤثره جدا في الديزيز، لان ده عمل ثلاث حاجات. اول حاجه بقى كل شويه في خناقه في الدم ما بين الانتي بوديز والجواكت المقلوعه اللي هي اساسا مش على التريبانوزوما، فده بيخلي العيان يبقى عنده باوتس اوف رايجرز اند فيفر كل شويه. طيب تاني حاجه التريبانوزوم بقت عملت ايفيجن، حاجه اسمها ايفيجن اللي هي ايه؟ اختفت، متخفيه من جهاز المناعه، فهي هتقدر تعيش في جسمي لفترات طويله. اخر حاجه جهاز المناعه كل شويه عمال يطلع انتي بوديز، يطلع انتي بوديز، هيحصل اكسهوشن لجهاز المناعه، والاي جي ام في دمي هيعلى جدا، هيبقى فيه توتال اي جي ام عالي.
يبقى اول كلمه كانت تشانكر، تاني كلمه كانت بارازيتيميا فيفر هيدك انوركسيا ماليز، بس اهم كلمه فيها هي الريجولر فيفر، وعرفنا ليه الريجولر باوتس اوف فيفر. طيب هي ما راحتش الدم بس، هي هتبتدي تسبح وتروح على الريتيكولو اندوثيليال سيستم اللي هم ليفر سبلين بون مارو والليمف نودز. الليفر والسبلين فيهم انفلاميشن هيكبروا، هيبقى العيان عنده هيباتوسبلين وميجالي. الليمف نودز اللي في جسم العيان كلها هتكبر، هيبقى عنده حاجه اسمها جنرالايزد ليمفاتينوباثي. بس في واحده مهمه قوي، هي اول واحده بتكبر او اهم واحده بتكبر، اللي هي الليمف نودز اللي موجوده في البوستيريور سيرفايكال ريجون في الرقبه، بيسموها وينتر بوتومز ساين. والساين دي مهمه جدا في الاماكن الانديميك للافريكان تربانوزوما، بيشخصوا بيها التربانوزوم لما يحبوا يعملوا سكريننج في منطقه معينه ان دول عندهم تربانوزوما ولا لا، بيجي بيهم ويحسسوا على ايه، على الرقبه. اللي عنده وينتر بوتوم ساين يبقى ده بيتشخص افريكان تربانوزومايزس، ويبتدوا يدوا له العلاج في الانديميك اري. في البون مارو هيبقى عندي بون مارو سبريشن، كل حاجه هتتاثر، هيبقى عنده انيميا، هيبقى عنده بانسايتوبينيا، انيميا، ثرومبوسايتوبينيا، لوكوبينيا، وهيبتدي يتعرض لانفكشنز كتيره، ويبقى عنده راش. يبقى دي المرحله الثالثه اللي هي ريتيكولو اندوثيليال سيستم افكشن. اخر مرحله هتبتدي تطلع على السي ان اس، تعمل سي ان اس انفيجن، تربانوزومز جوه البلاد فيسلز هتبتدي تعمل خناقه، فتبتدي الانفلاماتوري سيلز تيجي تتجمع حوالين البلاد فيسل، تعمل حاجه اسمها بيري فاسكولار سيلولار انفلتريشن. البيري فاسكولار سيلولار انفلتريشن والانفلاميشن والاديمه هتقفل البلاد فيسل وتعمل فيه فاسكولايتس، فالاماكن بتاعه البرين اللي بتتغذى من البلاد فيسل ده هيحصل لها اسكيميا، وتبتدي ترشح شويه دم، يحصل بيتيكيال هيموريدجز، بيحصل اسكيميك سوفتنينج في ايه، في التيشوز بتاعه البرين. الكلام ده بيأثر على كل البرين، بيأثر على المنينجيز، بيأثر على السباينال كورد، فهيعمل ديفيوز منينجو انكيفالايتس، ديفيوز منينجو مايلايتس. العيان يجي يشتكي بايه، منتال اباثي، ريتارديشن، سلو سبيتش، مش عارف يتكلم، مش حاسس بالدنيا، ديس اورينتيشن، تريمورز وانفلانتري موفمنتس، وكل المانيفستيشنز اللي انت خدتها في كتاب النيورو قبل كده، كونفالجنز، وفي الاخر بيدخل في ديب كوما خلاص، هو ايه، ويموت. الكوز اوف ديس في العيان افريكان تربانوزوما يا اما بسبب الكوما، يا اما بسبب الانتركارنت انفكشنز اللي بتجيله بسبب الليوكوبين. يبقى دي الكلينيكال بيكتشر بتاعت الافريكان تريبانوزوما. انا عشان ما توهش نفسي، هم كانوا اربع كلمات، اول حاجه تشانكر مكان ما الدبانه قرصتني، تاني حاجه الريجولار باوتس اوف فيفر، تالت حاجه كان ريتيكولو اندوثيليال سيستم افكشن في صوره هيباتوسبلينوميجالي، بون مارو ديبريشن، وجنرالايز ليمفاتينوباثي، واهم كلمه فيهم وينتر بوتومز ساين، واخر حاجه رحت على سي ان اس، عملت انفيجن وعملت مينينجايتس وانكيفالايتس. لما اجي اشخص بقى تربانوزوما، اول كلمه في التشخيص واهم كلمه جيوغرافيكال ديستريبيوشن. طبعا ليه؟ لانها ليها جيوغرافيكال ديستريبيوشن واضح ومحدد في افريكا، يبقى لو هو في الكيس ما جابليش سيره افريكا، ده مش افريكان تربانوزومز. طيب تاني حاجه في الكلينيكال بيكتشر هنتكلم عليها هي ايه، في دايجنوستس، هي الكلينيكال بيكتشر ايه اهم كلام انا هعتمد عليه في الكيس، وينتر باتوم ساين وتشانكر، او طبعا سي ان اس افكشن. لكن الريتيكولو اندوثيليال سيستم افكشن، طب ما هو مشترك ما بين كل البلاد بروتوزوم، لكن ايه الحاجه المميزه للافريكان تريبانوزوم؟ لازم يقول لي وينتر باتوم ساين انلارجد بوستيريور سيرفايكال ليمف نودز، وهيجيب سيره ايه، التشانكر بلس سي ان اس افكشن. طيب في حاجه بقى لسه قايلينها في الكلينيكال بيكتشر، اللي هي التوتال اي جي ام. عيان الافريكان تريبانوزوما عنده توتال اي جي ام عالي بسبب ايه؟ بسبب الانتيجينيك فاريشن او الجينيتيك فاريشن. الدايركت اكزامينيشن في حاله الافريكان تريبانوزوما هاخد عينه منين؟ هاخد عينه من دم العيان او من السي اس اف، او ممكن اسحب من الشنكر او اسحب من الليمف نود. طيب هاخد العينه دي اعمل بيها ايه؟ يا اما هفحصها من غير صبغه عشان اشوف الموتيليتي، اشوف التريبانوزوما بتتحرك قدامي، حاجه زي التعابين بتتحرك بالفلاجيلا، يا اما اسبغها فهلاقي فيها المنظر بتاع التريبانوزوما اهي، شكل التريبانوزوما ليها فلاجيلم واحد، وفلاجيلم ده بيبقى متضفر على السيل بتاعتها، عامل ضفيره كده اسمها انديوليتنج ميمبرين. او لو عددهم قليل ممكن ازرع عينه الدم دي في كالتشر بره، او بدل ما ازرعه في كالتشر ان فيترو، يعني ازرعه في كالتشر ان فيفو جوه جسم فار، احط اعمل له انيمال انوكيوليشن وافحص الفار، بعد كده ادور فيه على التريبانوزوم. اخر حاجه ممكن استخدم السيرولوجي. قبل ما نتكلم على التريتمنت احنا لازم ايه، نقسم كل حاجه كده، لازم نتعبك معانا.
عندي نوعين من الافريكان تريبانوزوم، نوع اسمه جامبيان تريبانوزومايسس ونوع اسمه روديزيان تريبانوزومايسس. عندي 2 تريبانوزوم، واحدة اسمها تريبانوزوما بروسياي جامبينزي، واحدة اسمها تريبانوزوما بروسياي روديزينز. تمام، يبقى تريبانوزوما بروسي نوعين، بروسي جامبينزي وبروسي روديزينزي، واحدة بتعمل جامبيان وواحدة بتعمل روديزيان. طيب ايه الفروقات ما بين الاتنين دول؟ اول حاجة قال لك في فرق في الجيوغرافيكال ديستريبيوشن. الجامبيان تريبانوزومايسس ده موجود في الحتة الغربية من التروبيكال افريكا، ده اسمه ويست افريكان تريبانوزومايسس. اما الروديزيان تريبانوزومايسس فده موجود في الحتة الشرقية من افريقيا في الايست افريكان اريا. تاني حاجة، تاني فرق ما بينهم، الجامبيان تريبانوزومايسس ده بتاعي، ده الهوست الرئيسي بتاعه هو ايه؟ هو المان. يبقى الجامبيان تريبانوزومايسس هو ايه؟ بتاع المان. ليه ريزرفوار؟ ليه ريزرفوار بس مش مهمين قوي، الحاجات الدوميستيك انيمال زي الكاتل زي البيجز زي الجوتس، لكن اساسا اساسا هو مين؟ بتاعي. اما الروديزيان تريبانوزومايسس فده بعتبره زونوتيك ديزيز، ده اساسا بتاع الوايلد جيم انيمالز. مين الوايلد جيم انيمالز؟ كل عيله الاسد الملك دي، الضباع بالاسود ببومبا اللي هو الخنازير البريه بالحاجات اللي بياكلوها بالزرافات بالجوتس، يبقى حيوانات اللي هي بتاعت ايه؟ بتاعت السافانا وبتاعت الجونجل اللي هما الوايلد جيم انيمالز. عشان كده في فرق كمان في الدبانه، قال لك الدبانه بتاعت الجامبيان تريبانوزومايسس اسمها جلوساينا بالبالس، ودي بتبقى بتعيش في الانهار اسمها ريفيراين سيتسي فلاي. اما الدبانه بتاعت الروديزيان تريبانوزومايسس فدي اسمها جلوساينا مورسيتانس، جلوساينا مورسيتانس دي او جونجل سيتسي فلاي، لانها بتعيش في وسط حشائش السافانا في الاماكن ايه؟ في الغابات. يبقى انا عندي جامبيان تريبانوزومايسس موجود في ويست افريكا، وده اساسا الديزيز بتاعي بتاع المان، الريزرفوار هوست بتاعه ما هوش مهم، والدبانه اللي بتنقله ريفيراين سيتسي فلاي او اسمها جلوساينا بالبالس. وعندي روديزيان تريبانوزومايسس ده اللي بتعمله تريبانوزوما بروسي روديزيانزي، ده زونوتيك ديزيز هو اساسا مش بتاعي، بتاع الوايلد جيم انيمالز، وانا باجي كده غلطه، موجود في الايست افريكا والدبانه بتاعته اسمها جلوساينا مورسيتانس وبتعيش في حشائش السافانا اسمها جانجل سيتسي فلاي. طيب في فرق ما بينهم في الديزيز؟ الجامبيان تريبانوزومايسس اقل في السيفيريتي، الجامبيان ده بياخد له 3 سنين على ما البارازايت يوصل للبرين، والانكيوبيشن بتاع البيريد بتاعته بتاخد لها بتاع 14 يوم، يعني الكورس بتاع الديزيز بيبقى ايه؟ اهدى شويه، مش اكيوت زي الروديزيان. اما الروديزيان لا، الانكيوبيشن بيريد بتاعتها شورت، قبل ما التريبانوزومز توصل للبرين العيان ممكن يموت اساسا في الاكيوت ستيج بسبب المايكاردايتس، هي بتبقى عنيفه جدا، وبيوصل للبرين وبيموت العيان في خلال 9 شهور بالكتير. طب في فرق في الدايجنوزز؟ مش احنا قلنا ان احنا ممكن نستخدم ان انا اعمل انيمال انوكيوليشن؟ طيب مين في دول زونوتيك؟ الروديزيان. يبقى طبيعي هتوقع ان الروديزيان تريبانوزومايسس هتتزرع اسهل بكتير في الانيمالز انها اساسا بتاعتهم. اما الجامبيان تريبانوزومايسس فده بتاع المان، فلما هاجي ازرعه في انيمال الانيمال مش هيرضى ياكسبت التريبانوزوما لانها مش ادابتد تعيش جواه، فلازم الاول اعمل له ايراديشن للانيمال علشان تبقى مناعته ضعيفه علشان يقدر يقبل ايه؟ يقبل التريبانوزومز. اما في روديزيان تريبانوزومايسس فانا هزرعها بمنتهى السهوله في الفار، وقال لك ان البوستيريور الشورت ستامبي تريبانوزومز بتاعتها النيوكليس بتاعتها بتبقى محذوفه ورا شويه، ليها بوستيريور نيوكليير شيفت. بالاضافه لان في روديزيان تريبانوزومايسس بتبقى اسهل في التشخيص، عشان لما باخد عينه دم بتبقى عددها كبير في الدم وكتيره، ليه؟ علشان هي ديزيز شرس، هي بتنقسم كتير وعددها كبير، فعشان كده هي الديزيز بتاعها بيبقى اسرع وبيموت العيان اكتر. طيب العلاج بتاعها 3 ادويه، قال لك بندي دواء في الايرلي ستيج. يعني ايه ايرلي ستيج؟ يعني لسه ما وصلش للبرين، اذا انا مش محتاجه حاجه تعدي البلاد برين بارير، حدي بنتاميدين، بنتاميدين او السورامين، ده ايه في الحالات الريزيستنت للبنتاميدين بندي دواء اسمه سورامين. في الليت ستيجز لازم حاجه تعدي البلاد برين بارير، فانا حدي ايه؟ تريبارازامايد. في دواء تاني اسمه افلورنيسين، وده دواء جديد وحلو ممكن ينفع في الليت والايرلي ستيجز. في الروديزيان هي القصه، في فرق واحد ان البنتاميدين ما بيجيبش معاها اي نتيجه، فانا ببدا بالسورامين على طول. الكنترول بتاع التريبانوزوما، هما انا عندي 2 بني ادم ودبانه، البني ادم هعالجه لو هو عيان تريتمنت اوف بيشنتس، هعالجه لو هو مش عيان برضو هديله كيمو بروفيلاكسس لو هو قاعد في انديميك اريا جرعه بنتاميدين كل 5 6 شهور، الدبانه هعمل لها كنترول فيكتور كنترول.